اول وصفه معانا هتكون الفراخ المحشيه بالفريك. بينا نشوف المقادير، يلا بينا. عندنا فرخه 2 3، ده طبعا على حسب عدد افراد اسرتك، لان الفرخه هنا لازم يكون وزنها ما يتعداش الكيلو، من كيلو الا ربع الكيلو بالكتير. طبعا يفضل تكون بلدي متنظفه كويس، ونقول للراجل اللي هينظفها لنا ان احنا عايزينها للحشو، يعني جلدها مش مقطوع، الرقبه بتاعتها كامله، الجلد واصل لغايه الرقبه بالشكل ده. هنشرح كل ده واحنا شغالين. هنحتاج لتتبيله الفراخ طماطمايه مكعبات وبصلايه مكعبات، رشه سكر ورشه حبهان باودر وملح وفلفل اسود، دي تتبيله الفرخه. اما الحشوه اللي هي حشوه الفريك هتبقى عباره عن ايه؟ كبده الفراخ اللي احنا مطلعينها منها هنقطعها مكعبات، كوبايه من الفريك المغسول ومتصفي كويس جدا، بصلايه كبيره مبشوره، فصين من الثوم المفروم، طماطمايه مبشوره، لا مفيش فصين ثوم، متشالين من المقادير، تمام؟ طماطمايه مبشوره، زيت وسمنه وقرفه باودر وملح وفلفل اسود، تمام؟ التسويه بقى، محتاجين علشان نسوي الفراخ ويبقى ليها نكهه حلوه قوي هنحتاج جزرايه مكعبات وبصلايه مكعبات وطماطمايه مكعبات ومعلقه من الكاتشب. ويلا بينا بقى علشان نشتغل. هو واضح ان في حاجه في البوتاجاز، حد يجي يشوفه. طيب تعالوا بينا بقى كده نشتغل ونتبل الفرخه بتاعتنا. قلنا في عندنا مقادير للتتبيله بتاعت الفرخه. نشرح كده على الفرخه الاول ونشوف زي ما قلنا تنضيفها، اهم حاجه متنظفه كويس جدا، كمان الجلد بتاعها لازم يكون سليم، ده احنا هنحشيها ما ينفعش يكون الجلد مقطع لانه هيفتح معانا اثناء التسويه. الرقبه لازم تكون متواجده في الفرخه ومش مقطوعه من عند الصدر، هوريكم دلوقتي. يلا بصوا كده معايا، ادي الفرخه بتاعتنا، الجلد بتاعها كله سليم بالشكل ده، تمام؟ الجلد كله سليم، ما جيناش من هنا مثلا والراجل راح قاطع الرقبه من هنا، فبالتالي الجلد ده هيبقى قصير، مهما احشي هتلاقي الحشوه طلعت والدنيا ما بقتش تمام. لازم الجلد كله يبقى سليم مقفول لغايه الاخر علشان لما احشي يبقى الحشوه معايا موجوده ما تطلعش بسهوله، متنظفه بقى وزي الفل جوه وبره والدنيا تمام و10 على 10. تعالوا بينا بقى نبدا نعمل التتبيله بتاعه الفراخ. الفرخة كمان زي ما انتم شايفين متنشفة، ما فيهاش اي سوائل ولا اي حاجة، خلاص هنا كده نشغل. عايزين نحط طاسة علشان نبدأ نعمل فيها الحشوة، وعلى ما تسخن الطاسة تعالوا نعمل التتبيلة بتاعة الفراخ. عندي هنا الطماطم، بسم الله، والبصل، هنحط الملح والفلفل والسكر والحبهان البودر، دي الملح على قد بقى الفرخاية بس لأن الحشوة بتاعتنا هيبقى فيها ملحها. حطينا كل المكونات، هنبتدي نفرمهم كويس جدا، بسم الله. خلاص طحنا المكونات بتاعتنا كويس قوي، البصل مع الطماطم والفلفل والملح وكمان الحبهان البودر ورشة السكر، دي التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ.
وتعالوا بينا بقى نتبل فرختنا. اولا احنا هنحشي الفرخه، فبنبتدي نخلي الجلد من اللحم بالشكل ده، اعمل فاصل كده ما بينهم بحيث ان انا اعرف ادخل الحشوه في الجزء ده. تمام، باين معانا خالص اهو. تمام، بصوا كده خلاص كده سلكنا الدنيا كلها عشان لما ادخل الحشوه تدخل معايا بكل سهوله. تعالوا بينا بقى التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها ندخل جوه وبين الاوراك وكمان تحت الصدر كده. فرخه نسيبها بقى في التتبيله كده لغايه ما نعمل الحشوه بحيث ان هي تتشرب منها ويبقى طعم الفراخ واللحم بتاعها لذيذ جدا. تعالوا ناخد الطاسه على النار نحط فيها السمنه. حطينا السمنه، حطيت البصله ونبتدي بقى نقلبها كويس، عايزينها تدبل بس. ومعانا الفريك، الفريك غسلينه كويس جدا، تقدري تنقعيه كمان نص ساعة وتصفيه. احنا مش هنحمر البصل ولا حاجة، حضر بس طاسة صغيرة كده علشان عندنا الكبدة هنشوحها لوحدها بعيد خالص عن الفريك. هنقلب البصل بتاعنا لغاية ما يدبل. وتعالوا ناخد البهارات بتاعتنا، معانا ايه؟ معانا قرفة، وعندي كمان الفلفل الاسود، هدي رشة كده من القرفة بسيطة ما تكتريش، والفلفل الاسود بتاعنا، وهنخلي الملح دلوقتي. يلا ونشوح. هايل، دبلة البصلة وهو ده المطلوب، مش محتاجين تحمير. هبتدي احط الفريك واشوحه بقى مع البصلة. كوباية الفريك بتعمل فرختين من اللي احنا قلنا عليهم اللي هو وزن كيلو الا ربع لكيلو. الفريك طبعا عارفين ان هو بينفش وبيتضاعف حجمه. خلينا بقى نشوح الفريك شوية. والطاسه بتاعتنا التانية على النار هبتدي احط فيها حتة سمنة صغيرة وشوية زيت صغيرين خالص علشان اشوح فيها الكبدة. يلا بسم الله. وشوية زيت صغيرين. طب ليه ما عملناش الكبدة في نفس الطاسة بتاعت الفريك؟ عشان مش عايزين الكبدة بالدم بتاعها والكلام ده كله تنزل اي زفارة في الحشوة وتغير طعمها. يعني حد يعمل نفس الوصفة بالظبط بس باختلاف الصغير اللي احنا عاملينه ده، ان احنا مشوحين الكبدة ومسوينها لوحدها خالص. صدقيني لو حطيتيها مع الفريك هتلاقي طعمها في زفارة كده وفي طعم متغير خالص، عكس ما تسوي الكبدة لوحدها وفي الاخر خالص تضيفي كله على بعضه وتحشي بيه، في اختلاف كبير جدا في الطعم. زي ما انتم شايفين كده الفريك خلاص اتشوح، ريحته حلوه قوي. هضيف له الملح، كناش حاطين الملح. طيب كده خلاص الفريك بقى 10 على 10. معايا بشره طماطمايه هحطها، طماطمايه صغيره مش عايزين كميه، واحط كمان شويه من الميه المغليه حوالي نص كوبايه، مش عايزه اكتر من كده، انا عايزه الفريك يبقى نص سوا. تعالوا يلا نحط لها بسم الله الميه، نحطين الملح بقى والبهارات وكله بس كده زي الفل. وغطى بقى، لو ما فيش عندي غطى هتولي غطى بسرعة. نغطي ونهدي على الفريك، خليه يستوي تمام ويتشرب المية اللي احنا حطيناها له. احنا عاملين كوباية فريك، حطينا لها نص كوباية مية تمام علشان يستوي فيها ويبقى معايا اكتر من نص سوا كمان شوية. ههدي زي الفل، ولازم نغطي عليه بقى علشان ايه؟ يدخل في التسوية. كانت طاستنا على النار حاطين فيها السمنة وشوية زيت، حتة سمنة صغيرة وشوية زيت، ونسخنها كويس عشان نشوح فيها الكبدة. احنا كده بنغطي على الفريك. ضروري اتأكد ان خلاص السمنة والزيت سخنوا كويس جدا قبل ما احط الكبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل.
قلنا كتير قبل كده لما نيجي نعمل الكبده، كبده الفراخ بتتغسل كويس قوي وهي سليمه تمام، وننضفها ونشيل منها اي عروق دم اي حاجه، وتتصفى تماما تماما من الميه وتتنشف، وبعد كده نقطعها زي ما احنا عايزين. بسم الله. طالما الطاسه سخنه والسمنه والزيت اللي احنا حاطينهم سخنوا كويس قوي، عمرها ما هتنزل ولا نقطه ميه ولا هتزفر مننا ولا حاجه. تعالوا بينا ايه نحط لها يلا التوابل، هي نفس توابل الفريك، ملح وفلفل وكمان قرفه. مفيش ميه خالص في الطاسه، ده دليل على ان الكبده بتاعتنا اتغسلت كويس واتنشفت كويس جدا جدا، والطاسه كانت سخنه قوي والسمنه والزيت اللي احنا حطيناهم فضلوا على النار لغايه ما سخنوا تماما، خلاص بتنزل تتشوح على طول. الميزه هنا بقى ان الكبده بتبقى لذيذه وطريه ومش متزفره ولا اي حاجه خالص. ما تيجوا نبص كده اخبار الفريك ايه، احنا وطينا وهدينا النار عليه خالص، هايل بدا اهو يتشرب نص كوبايه الميه اللي احنا حطيناها، وكده يعتبر بقى تلتين سوا، وده المطلوب. ليه بقى؟ اولا الفراخ صغيره في السن يعني ما بتاخدش وقت في التسويه، حاجه كمان ان انا لو حطيته مش مستوي هيبقى حجمه هيتضاعف جدا جوه الفرخه، وبالتالي ممكن يخليها تفرقع معايا، فعشان نتلاشى الموضوع ده لازم نسوي الفريك تلتين سوا تلات ارباع سوا، بحيث ان انا هحطه يبقى فاضل له حاجه بسيطه خالص علشان يكمل تسويته، وبالتالي ما يفرقعش معايا الفرخه. خلاص كده الكبده بقت جاهزه وعشرة على عشرة. طيب احنا عندنا فريك بارد وجاهز على الحشو عشان نحشي فرختنا، وده هيروح على طول يتحط على الفريك اللي خلاص يعتبر كده بقى تلات ارباع سوا بحاجته بكله زي الفل، ونقلب نرفع من على النار نسيبه يبرد. ما ينفعش احشي الفرخه بالحشوه وهي سخنه، ليه؟ علشان هتخلي الجلد السخونيه تخليه ينكمش ويبقى صعب عليا وانا شغاله ويتبهدل مني، فضروري جدا لازم الحشوه بتاعتنا تبرد خالص. نرفعها من على النار ونسيبها تبرد، وتعالوا بينا بقى نحشي بالحشوه الجاهزه البارده معانا. عايزين فاصل؟ طيب نحشي الفرخه بتاعتنا ونطلع ولا نعمل ايه؟ يلا بسم الله. تحفه، الجلافزات تحفه. بتتلبس يعني بسرعه البرق. نشوف لنا حل في الموضوع ده والنبي. والله ما هقلع. تعالوا بينا يلا نحشي فرختنا، احنا مجهزينها عشان تتحشي من جوه ومن تحت الجلد زي الفل. يلا بينا. فرختنا اتبلت، احنا سايبينها بقى الفترة دي كلها واحنا بنحضر الحشوة، فاتبلت كده وشربت من التتبيلة وبقى طعمها حلو جدا. تعالوا ناخد الحشوة ونبدأ نحشي. تمام، هو انتوا صوتكم بس في مشكلة معايا. بصوا كده حشينا وسيبنا كده فراغ، الدنيا متبططه كده ما تحشيش وتملي قوي علشان برضو في التسويه ما تفرقعش معاكي. خلاص حشينا تحت الجلد ووصلنا كمان للرقبه زي ما انتم شايفين كده، هنحشي من جوه البطن بقى من جوه بحشوه الفريك بالكبد. هايل، خلصنا برضو ما تضغطيش قوي. صوتك بعيد يا ريهام. القناصه بتاعه الفرخه ما بنرميهاش او ما بنسلقهاش لوحدها، ببتدي احطها فين بقى، احنا عايزين نشوف. بصوا كده احنا حشينا الفرخه خلاص، هبتدي القناصه متنظفه كويس وابتدي اقفل الفرخه عليها بحيث ان هي تحجز لي الحشوه ما تطلعش وما تبانش وما تنزلش في التسويه.
طيب هنا التسوية ممكن نسوي ازاي؟ ممكن نسلق عادي جدا جدا في مية مغلية، لازم المية تتغلي قبل ما ننزل فيها الفراخ، او ان احنا نعمل في الكيس الحراري زي ما هنعمل دلوقتي بالظبط. تعالوا بينا بقى نحط الكيس الحراري في الصينية اللي هتدخل الفرن. تاني الكيس الحراري واحنا ايه ايدينا مزفلطة. لا الحمد لله متيسرة. تعالوا نحط بقى ايه الطماطم والبصل والجزر، ودي الفرخة بتاعتي دهنة بسيطة كده بالكاتشب، ده هيساعد بقى ان هي تحمر، مش محتاجة خالص تخرجي من الكيس وتحمري بعد كده، وهيديها لون حلو قوي وطعم حلو كمان. دهنها كويس، يلا نشيلها بقى نحطها هنا كده تمام. هنقفل بقى الكيس الحراري، خلاص ظبطناه وحطينا الخضار اللي هيدي طعم حلو قوي، والقفل القفل اكيد كان لسه معايا. يلا نقفل كويس، نعمل نقول ايه فتحتين صغننين كده بوسط الكينه، وشويه ميه سخنين في الصينيه بتاعتنا علشان ندخل الفرن على طول. ولو الصينيه بتاعتك الومنيوم اللي انت مدخله فيها، حطي شويه خل، معلقتين ثلاثه خل كده مع الميه اللي انت هتحطيها علشان ما تاكسدش وتخلي الصينيه بتاعتك تسود. تطلعي الصينيه الالومنيوم تقولي دي باظت بقى، بقت لونها اسود، فالخل هيمنع الكلام ده. هي فتحتين اتنين بس كده، والميه بسم الله انا عامله في بايركس فمش محتاجه ان انا احط خل. فرننا شغال على درجة حرارة 200، وهندخل على طول على الأرضية علشان تغلي بسرعة وتبتدي تستوي. يلا بسم الله. بسم الله بس كده، يلا بينا نقفل ونسيب الفرخه بتاعتنا تغلي، وبعدين نهدي عليها النار من 200 لغايه او 220 لغايه 180. هتقعد في الفرن قد ايه؟ ساعه بالظبط، وتطلعيها على طول هتلاقيها متحمره مستويه وزي الفل. فرخنا في الفرن بقى بتستوي في الكيس الحراري، زي ما قلنا تقدري تسويها في الكيس الحراري، تقدري تسويها في صينيه في الفرن من غير كيس حراري ولا حاجه. هتحطي كوبايه ميه بتغلي، والارضيه هتكون البصل والجزر والطماطم، هتحطي الفراخ عليها وكوبايه ميه وبس، تغلفي كويس قوي 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 وتدخلي الفرن. مجرد تغلي تهدي النار لغايه ما تستوي، او انك تغلي ميه على النار تحطي برده فيها الجزر والبصل والطماطم وملح وفلفل ومستكه وورق لورا وحبهان، واول ما تغلي الميه تسقطي فيها الفراخ. لازم تكون الميه مغليه، او انك تسوي في الكيس الحراري زي ما قلنا، فثلاث طرق براحتك خالص اللي اريح لك وانسب لك نفذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرخة قعدت معانا في الفرن ساعة تمام، كانت محتاجة تقعد شوية كمان عشان ايه اللون. بصوا انا هدخلها تاني بس تكمل اللون، بس بصوا زي ما انتم شايفين كده طلع تحفة جدا، خدت لون من هنا لسه الجناب شوية، هدخلها يدوبك 10 دقايق كمان وهتطلع معانا 10 على 10. كنا مسويين الفريك بتاع الحشوه 3 ارباع سوا علشان ما تفتحش مننا، والحمد لله طالعه مظبوطه، لا فتحت ولا عملت اي حاجه. عملنا مع بعض الفراخ المحشيه بالفريك.